كما هي عادة جمعية الأمال لرعاية الأيتام بسوغل في ولاية تيرت، كانت انطلاقة العملية الجديدة بمباركة الأئمة والدعاء لها بالخير. مواد غذائية في طرود رمضانية موجهة لعشرات الأيتام والأرامل عبر عدد من البلديات. مشروع 2000 قفة الذي سطرته الجمعية الولائية الأمان لرعاية وتربية الأيتام تحت شعار سارعوا، حيث أن الجمعية تسعى دائما لرفع سقف التحدي، وهذا من أجل بلوغ مستوى حسن الأداء أو بعبارة أخرى مرتبة الإحسان. الشباب المتطوع من كل المكاتب جاءوا بالشاحنات لأخذ حصة بلدياتهم. جينا ندو في الحصة تاعنا من هذا القفة رمضان المتمثلة في 30 قفة في مواد غذائية عامة، بالإضافة إلى 30 كيس فارنة. التعاون بين الأعضاء يبرز على عدة أصعدة، فملء الطرود بمختلف المواد ثم توضيبها وغلقها من مهام البنات. قمنا نحن البنات بتعبئة القفة، وزملائنا الشباب قاموا بنقل القفة إلى الشاحنات. توفير الطعام خلال الشهر الفضيل للأيتام والأرامل رافقته دورة للقافلة عبر مدينة سوغر لدعوة الناس لفعل الخير ومشاركتها في عملها التضامني.